Assalamu alaikum wa rahmatullah. Our lesson today is going to be about the pronouns. The pronouns اللي هم الضمائر. طبعا الضمائر عندنا اكثر من نوع وراح نبلش بالضمائر الاساسيه وبعدين نحكي كل ضمير شو هو وشو استخدامه وشو بيكون مكانه في الجمله. هلا اهم شيء تعرفوه عن الضمائر انه الضمير هو عباره عن كلمه بستخدمها to refer to a noun عشان ارجعها لاسم بتكون عائدة على اسم او بستخدمها instead of a noun مكان الاسم. تمام؟ فممكن انت تستخدم الاسم مرة تستخدم البروناون المناسب يعود عليه مرة اخرى. اول شيء عنا المعروض عنا هون ضمائر الفاعل اللي هي بتيجي at the beginning of the sentence بتكون في بداية الجملة يعني بتكون فاعل الجملة. عنا الضمير I, he, she, you, they, we, and it. هدول ضمائر الفاعل مكانهم في الجملة at the beginning of the sentence before the verb. لو قدام شوي رح ناخد كل ضمير شو مكان شو استخدامه وكيف رح يكون شكله في حالة كان قبل الفعل أو بعده أو في نهاية الجملة. هلا بدنا نحكي عن أقسام الضمائر. تقسم الضمائر إلى 5 أقسام رئيسية. عنا أول شيء subjective pronouns اللي هي ضمائر الفاعل, objective pronouns اللي هي ضمائر المفعول به, adjective pronouns اللي هي صفات الملكية, possessive pronouns صفات الضمائر الملكية, وآخر شيء عنا هي reflexive pronouns. هلا رح ناخد كل نوع من أنواع أو قسم من أقسام الضمائر على حدة ونشرحها لحالها. رح نبدأ هلا بأول قسم من أقسام البروناونز اللي هو subjective pronouns ضمائر الفاعل. من كلمة فاعل بعرف إني أنا بحكي عن فاعل الجملة. طب الفاعل بجملة اللغة الإنجليزية وين بيكون مكانه؟ بيكون at the beginning of the sentence. لذلك الفاعل ضمائر الفاعل تستخدم قبل الفعل مباشرة في وسط الجملة أو في بداية الجملة. هلا كيف ممكن تيجي فاعلي في وسط الجملة؟ إذا كانت جملتك عبارة عن شقين زي الإف كلوز أو ممكن الجمل اللي بيكون فيها linking words بيكون في عندي جملتين, فالجملتين بحاجة لفاعل, قد يكون الفاعل فيهم pronoun وبالتالي قبل الفعل مباشرة لازم تستخدم اللي هو ضمير الفاعل subjective pronoun. كيف بيكون شكل جملتك؟ بيكون في عندي subjective pronoun at the beginning of the sentence before the verb أو in the middle of the sentence, بعدين بيجي عندي verb, بعدين object of the sentence أو complement of the sentence. نأخذ مثال she works in a hospital. she هنا اللي هي ضمير الفاعل أجت قبل الفعل مباشرة اللي هو works. أحمد and I go to the same school. هلأ بعض الجمل بيكون فيها multi subject يعني بيكون فيها أكثر من فاعل, وهذا الفاعل إذا كان ضمير واسم ممكن يكون ضمير واسم وبالتالي استخدم الضمير هون بصيغة الفاعل او ممكن يكون ضميرين وبرضو رح استخدمهم الاثنين في ضمير كضمير الفاعل. هلا دائما الضمير I بيجي الثاني مش الاول, يعني استخدمت اسم وضمير وكان الضمير المتاح عندي هو ضمير I رح يكون الثاني. دائما الضمير رح يكون ترتيبه الثاني في الفاعل في الفاعل في الجملة. نيجي هلا للقسم الثاني. لاحظوا الرسمة, تركنا السبجكتيف برونام لأنه شرحناه وخلصناه. هلا رح نيجي للنوع الثاني اللي هو الأوبجكتيف برونام. أوبجكتيف برونام اللي هي ضمائر مفعول به. من كلمة مفعول به وين بيجي ترتيب المفعول به في الجملة؟ بعد الفعل مباشرة أو ممكن يكون المفعول به اللي هو كمل عبارة عن تكملة الجملة بيكون بعد حروف الجر اللي هي prepositions. So نستخدم ضمائر مفعول به بعد الفعل أو بعد حروف الجر. تيجي جملتك subject verb بعدين object pronoun. ممكن يجي عندي subject verb preposition بعدين object pronoun. هلا شو هم prepositions؟ هم حروف الجر. نأخذ مثال in, on, at, between, from, with, كل هدول عبارة عن حروف جر لازم يجي وراهم objective pronoun. نأخذ مثال مها visited us last night.
هلا بين قوسين انا معطياك الضمير وي. هلا وي ما بزبط احطه مكان بعد الفعل ك object pronoun. شو ال object pronoun من الضمير وي اللي هو us، وعندنا الضمير I في الجملة الثانية that girl is looking at me. طبعا هون ما بقدر احكي the girl is looking at I، هاي جملة خاطئة. التصحيح اني لازم بعد حروف الجر لازم احط object pronoun، فبصير جملتي the girl is looking at me. نيجي هلا للقسم الثالث اللي هو adjective pronoun possessive adjectives. البوسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكية، كيف ممكن تكون الضمير عبارة عن صفة؟ هلا احنا بنعرف انه الصفة always describes a noun، توصف الاسم. بالتالي لما بحكي هذا كتابي، هون الاي هي belongs to me، يعني هذا الكتاب لي. هون انا بحكي عن صفة الكتاب انه belongs to me، يعود الي او انه ملكي. وبالتالي possessive adjectives هون بيكونوا عبارة عن صفات ملكية and they should be followed by a noun، لازم يتبعهم اسم دائما. they have أو you should follow them with a noun. هلا ما بقدر احكي my واسكت او احكي his واسكت، مفروض انك تحط وراهم اسم. لما بدي احكي I met your parents in the mall، هلا هون ما بقدر احكي I met your واسكت، لأنه هون جملتي has needs a noun، وبالتالي عشان تصير جملة كاملة. معناته البوسيف ادجكتيفز بستخدمهم at the beginning of the sentence أو in the middle of the sentence، في بداية ووسط الجملة، ولازم يكون بعديهم دائما اسم. هلا نيجي للنوع الرابع اللي هي البوسيف بروناونز ضمائر الملكية. ضمائر الملكية تيجي دائما في نهاية الجملة، وممكن يجي طبعا يجي بعدها فعل أو يجي بعد ما بيجي بعديها اسم. The house is ours هون أجت في نهاية الجملة. هون ال ours هي عبارة عن possessive pronoun من الضمير we. A friend of mine studied in Syria. هلا بستخدم الضمائر الصفة بعد الضمائر الملكية عفوا بعد حرف الجر of بحال اني بذكر شيء من مجموعة، فبستخدم فيها ضمائر الملكية. هلا كمان شغلة عن ضمائر الملكية لازم نعرفها، انه هي لما ما بيجي وراها اسم بدك تطلع. هلا في حالات المالتيبل تشويس ولما بيجيك اسئلة انه اشتغل على الضمير، شوف شو في بعد السبيس. اذا في اسم هون بدك تستخدم البوسيسيف ادجكتيفز، اذا ما في بدك تستخدم البوسيسيف برونون. نيجي هلا لاخر قسم من اقسام البروناونز اللي هو ريفلكسيف بروناونز، اللي هي ضمائر التوكيد او الضمائر الانعكاسيه. ريفلكسيف بروناونز نستخدمها او بيكون مكانها قبل الفعل مباشره او في نهايه الجمله للتاكيد على قيام شخص ما بقيام فعل معين. زي احنا كيف باللغه العربيه مثلا احكي رامي بنفسه مثلا قص شعره، نفس الفكرة بنستخدمها باللغة الإنجليزية باستخدام reflexive pronouns. ناخذ مثال سميرة herself cleaned the room أو her room. We painted our room ourselves. هلا انتبهوا هون إنه الضمير reflexive pronoun اللي أنا بستخدمه بيكون من نفس جنس الفاعل تبع الجملة. يعني إذا كان شيء بده يكون herself، كان we بده يكون ourselves، وتشتغلوا على هذا الأساس. في كمان ملاحظة احكي لكم اياها، انه الضمائر التوكيد بتكون مفعول به بالجملة وبتكون من نفس جنس الفاعل، ممكن تكون مفعول به مباشر في الجملة. مثلا احكي سامي cut himself يعني جرح حاله. هلا himself هون هي ضمير توكيد ولكن مكانها في الجملة object pronoun او تقوم بفعل المفعول به بالجملة. نيجي هلا ناخذ كل ضمير حسب أشكاله. كل ضمير حكينا حسب الرسم الأساسية على أقسامهم خمس أقسام، معناته أنا كل ضمير إله خمس أشكال عندي. هلأ الضمير I كسبجكتيف بروناون كفاعل بده يضله I، كمفعول به بده يكون me، كبوسيسيف أدجكتيف بده يكون my، mine اللي هي بوسيسيف بروناون، وآخر شيء myself.
هلا انا مطلوب مني كطالب احفظهم I, me, my, mine, myself واعرف كل واحدة فيهم شو اسمها. ممكن تجيك جملة واطلب منك مثلا تحط لي فيها objective pronoun، لازم تكون مميز شو هو objective pronoun، شو هو subject، شو هو possessive adjective الى اخره. عندنا هلا الضمير هي. هي كسبجكت برونون بدها تكون هي، هم كمفعول به، وهز بوسيسيف ادجكتيف، وعندنا هز برضه بوسيسيف برونون. كيف بدك تميز بين الهز بالمرتين؟ اذا كان بعديها اسم بدها تكون بوسيسيف ادجكتيف، بينما اذا كانت بدون اسم رح تكون بوسيسيف برونون. فانت مطلوب منك تميز انه كان وراها اسم او لا. واخر شيء عندنا الهم سيلف اللي هي ريفلكسيف برونون. عندنا البرونون شي، شي سبجكتيف برونون، هير اوبجكتيف برونون، برضه هير عندنا اللي هي البوسيسيف ادجكتيف، برضه عندنا هيرز بوسيسيف برونون وهير سيلف. نرجع هلا لهير ك اوبجكتيف برونون وهير ك بوسيسيف ادجكتيف، برضه منميز عن طبيعه فيها عن طريق الناون. اذا كان في وراها ناون راح تكون بوسيسيف ادجكتيف، كانت بدون ناون راح تكون اوبجكتيف برونون. نيجي هلا لذي، عندنا ذي سبجكتيف برونون، الاوبجكتيف برونون منها ذم، وعندنا ذير كبوسيسيف ادجكتيف، ذيرز بوسيسيف برونون، وعندنا اخر شيء ذيمسيلفز اللي هي ريفلكسيف برونون. نيجي للضمير وي، بالسبجكت رح تكون وي، بالأوبجكت رح تكون أس، كصفة ملكية اللي هي البوسيسيف أدجكتيف رح تكون أور، عنا أورز بوسيسيف برونون، وآخر شي عنا الأور سيلفز اللي هي ريفلكسيف برونون. وانتبهوا على أور سيلفز، هون جمعنا السيلف صارت سيلفز، فانتبهوا للإجابات تبعتكم لما بتستخدم أور سيلف أو أور سيلفز الصح أور سيلفز إنها جمع. نيجي هلا للضمير يو، طبعا يو نقصد فيها حكيت لكم انت وانتم، يعني بخاطب مفرد وبخاطب جمع. لا يو كفاعل ويو كمفعول به، بدي اميز بيناتهم. رح تكون يو قبل الفعل هي فاعل، ويو بعد الفعل اوبجكت بروناون اللي هي المفعول به. عندنا يور بوسيسيف ادجكتيف ويورز اللي هي البوسيسيف بروناون، واخر شيء عندي في حاله الريفلكتيف برونون رح يكون في عندي حالتين، بما اني بخاطب المفرد معناته رح تكون يور سيلف لانه واحد، اذا بخاطب الجمع انتم رح تكون يور سيلفز. البرونون ات، هلا ات بستخدمها كفاعل وكمفعول به بتبقى نفس الشكل ات، وبتميز حسب موقعها في الجمله قبل او بعد الفعل. عندنا اتس برضه كبوسيف ادجكتيف واتس كبوسيف برونون، ونميز بيناتهم اذا في وراها اسم راح تكون بوسيف ادجكتيف، واخر شيء عندنا الريفلكسيف برونون اللي هي ات سيلف. نيجي هلا لاهم شيء بقاعدتنا لليوم اللي هي الكيس اوف برونون، اللي هي حالات الضمائر او حاله الضمير. الضمير له حالات وله استخدامات، يعني انا ممكن اخذ له استثناءات او حسب مكانه بالجمله. في بعض الحالات ممكن استخدم بوسيسيف، بعضها ممكن استخدم السبجكتيف وهكذا. اول حاله عندكم بحالات الضمائر اللي هي with verb to be، بعد دائما بعد الverb to be is am are was were، طبعا بكل حالاته بحالاتها الخمسه ممكن اضيف been و being، رح يجي عندي اللي هو الفعل رح يكون subject pronoun. any time the pronoun comes after one of these verbs، اي verbs بقصد فيهم اللي هم الverbs to be الموجودين عندك فوق is am are was were، وبرضه ضيف عليهم been لما بيكون عندي التصريف الثالث للفعل او بيكون في عندي being اللي هي الverb ing. نستخدم دائما ضمير الفاعل بعد الافعال المساعدة المذكورة عنا. لما بدي احكي it was هلا عطول بعديها شو بدك تستخدم subject pronoun، شو رح يصير جملتي it was he who opened the window،
هون بدي استخدم فاعل بعد الverb to be، دائما استخدم فاعل. الحالة الثانية، كيف بدي استخدم البرونام بعد كلمة and؟ في إلها استخدامين. أول شيء رح نستخدم subjective before the verb، وتاني شيء رح نستخدم objective after the verb. طب أول preposition، طب شو بحكي أنا؟ شو الكلام هاد؟ معناته بدك تتطلع على كلمة and. إذا كانت كلمة and وردت قبل الفعل الرئيسي في الجملة، معناته أنا رح أستخدم الضمير بعدها فاعل subjective pronoun. نأخذ مثال، سلمى and I experienced a new life style when we visited Paris. هلأ اطلعوا على جملة when and موجودة، موجودة قبل الفعل experienced، معناته رح استخدم فاعل. ليه؟ لأنها هون أنا عمالي بحكي عن مكانها بالجملة اللي هو قبل الفعل مباشرة. فإذا أجت الكلمة and قبل الفعل في الجملة، نستخدم دائما الضمير الفاعل subjective pronoun. نأخذ مثال ثاني نشوف إذا and أجت وراء الفعل. My mother gave أحمد and me a gift. هون الand أجت بعد الفعل الرئيسي في الجملة اللي هي gave، وبالتالي رح أستخدم هون object pronoun اللي هو me. فمن الخطأ أني أحكي my mother gave أحمد and I a gift، جملتي هون خاطئة. ليه؟ لأنه هون مي لازم تكون مفعول به، واستخدامي للآي خاطئ. بعد حرف الجر، إذا أجت and بعد حرف الجر، it is a matter between أحمد and، شو بدي أحط هون؟ رح أستخدم المي. ليه؟ لأنه عندي حرف الجر between. رح أركز أعيد لكم الكلام. and كيف بدي أستخدم البرونام؟ طب and ليش بدي أحطها بالجملة أصلا؟ رح يكون في عندي subject أو اسمين أو ضميرين، تمام؟ هلأ ضميرين هدول رح يفصل بناتهم and، أو الاسم والضمير رح يفصل بناتهم and. فإذا كانوا قبل الفعل الرئيسي في الجملة رح أستخدم subject pronoun، إذا كانوا بعد الفعل الرئيسي في الجملة رح أستخدم object pronoun، تمام؟ الحالة الثالثة، pronouns with comparisons. هلأ بدك تستخدم subjective pronoun after comparative words than and as. هل انتم بتعرفوا انه كلمة than اللي هي من الكلمات مستخدمها بعمل مقارنة، بحكي he is taller than me، تمام؟ و as برضو نفس الشيء، هاي بحالات المقارنة. طب انا كيف بدي استخدم احدد ضمير اللي انا بدي استخدمه في الجملة، تمام؟ اول شيء بدك تعمله، بدك تقدر فعل الجملة، لانه عادة كلمات المقارنة هاي بتحذف عندي بقية الجملة عشان تعبر عنها. He is older than، هلأ هون ليش استخدمت I؟ لابدأ أحكي he is older than I am. هلأ both of us أكبر، يعني أنا وياه أكبر، بس هو أكبر مني، فأنا بدي أقدر الفعل اللي بدي أستخدمه هون. إذا ضبطت جملتك باستخدام فعل للجملة، هون لازم تستخدم subjective pronoun. نأخذ الجملة الثانية، she is not as brave as، هلأ هي، هلأ إذا حكيت he is برضو he is brave، يعني هي she is brave she is not brave، أو she is brave he is brave، but المقارنة بيناتهم she is not as brave as he is brave. فأنت لما تقدر فعل لجملتك رح تعرف إن هاي الجملة كاملة أو لا، وبالتالي رح تستخدم اللي هو subjective pronoun. نيجي هلأ للحالة اللي بعدها اللي هي after of. هلأ of حرف جر، والمعروف بعد حروف الجر بدك تستخدم اللي هو البوسيتيف برونام، صح؟ في حالات بستخدم فيها البوسيتيف برونام بعد الاوف، إذا أنا كنت بذكر واحد من مجموعة، تمام؟ طبعا بيعودوا إلي أو لشخص معين. هلأ لو حكيت a friend of mine visited me last week، هلأ ماي هون استخدمتها مع الأوف كبوسيتيف بروناون لأني بذكر واحد من مجموعة. فدائما لما يكون بذكر لك واحد من مجموعة أو شيء من مجموعة، بدك تستخدم البوسيتيف بروناون.
نيجي هلا للحالة اللي بعدها اللي هي before gerund. هلا بتعرف انه gerund مصدر، والمصدر يعمل عمل الاسم، تمام؟ كيف انا بعمل المصدر؟ بضيف ing للفعل فبصير عندي مصدر. طب انا شو الضمير المناسب اللي لازم استخدمه مع الجيرند؟ بما انه الجيرند اسم معناته لازم استخدم معه بوسيسيف ادجكتيف اللي هو الصفات الملكية، فمطلوب منك انه تيوز بوسيسيف ادجكتيف بيفور ذا جيرند. يعني تطلع جملتك اذا فيها جيرند بدك تستخدم معها البوسيسيف ادجكتيف. They weren't very happy about our stealing the key. هنا stealing هي عبارة عن gerund، وبالتالي راح استخدم معها possessive adjective. نيجي هلا للconjunction، ادوات الربط but to, except to, than و as. مع هدول الكلمات راح استخدم objective pronoun اللي هو ضمير المفعول به، ولكن كيف؟ في حال انه هدول prepositions او اللي بحال انه هدول الconjunction act as a preposition بالجملة، كانوا يستخدموا كحروف جر في الجملة. That is a lot taller than him. هنا انه اطول منه، هون اجت مفعول به. None of the students were interested but him. الا هو يعني. I gave everyone except her a gift. برضو هون اجت عندي preposition، وبالتالي رح استخدم معها objective pronoun. ناخذ هلا تمرين. Use the correct form of the pronoun to complete the following sentences. طبعا نستخدم الصيغة الصحيحة للضمير. نركز مع بعض شو كيف حلينا. The teacher wrote a note on test paper. عندي الضمير I. هلا بدك تكون حافظ انت كل الفورم سبوت الضمير I، طلع قبل الفراغ وبعد الفراغ. هلا انا عندي on حرف جر، المفروض استخدم objective، بس انا بدي اطلع بعديها شو في عندي noun، وبالتالي رح استخدم هنا possessive adjective. رح تصير جملتي the teacher wrote a note on my test paper. John bought a ticket to the soccer game but he forgot about. هلا عندي حرف جر about، معناته رح يجي وراء عندي it اللي هي objective pronoun. I met Sammy and Salwa yesterday. I told about the surprise. عندي البروناون داي. عندكم told هنا فعل، بعد الفعل شو بيجي عندي؟ حكينا بيجي عندنا objective pronoun، وبالتالي شو الobjective pronoun من داي؟ اللي هي them. Children should obey parents. عندكم الضمير داي. هلا parents اسم، قبل الاسم شو بيجي عندي؟ possessive adjective. راح تصير جملتي children should obey their parents. He saw in the mirror. هلا عندكم الضمير هي، بدها تصير himself، شاف حاله، او ممكن اذا حدا ورا نحكي himself، بس الاصح انك تستخدم اللي هي reflexive pronoun لانه هو اللي قدام المراية. John and Mary are cousins. هون انتهت الجملة. Live near the school. عندكم الضمير them، وانا بدي اخذ منه السبجكت pronoun لانها جملتي هون بحاجة لفاعل، بتصير they. A friend of mine left to London a week ago. عندنا الضمير I، وعندكم a friend of. هون حكينا بنذكر اشي من مجموعة بنستخدم البوسيسيف pronoun، بتصير جملتي a friend of mine. You should always believe in yourself. لازم تؤمن في نفسك. هنا دا استخدم reflexive pronoun. This book is I got it from father. عندك الضمير I، بدي أعمله مرتين للجملة. This book is mine. هون لأنه آخر الجملة دا استخدم possessive pronoun. I got it from my father. اللي هو هون عندك noun، بدي أستخدم possessive adjective. Bashar is my friend. I like very much. عندكم الضمير هي، وعندكم فعل قبل الفراغ، بعد الفعل مباشر رح استخدم objective pronoun اللي هي him.
نيجي هلا لاخر جزء بالقاعدة، هاي تلخيص كامل للقاعدة. عندكم انواع الضمائر كاملة، كل ضمير كيف بيكون شكله بالخمس حالات، متى بستخدم كل ضمير، وين مكانه في الجملة، وكيف بسأل عنه. مطلوب منكم حفظ هذا الجدول ونقله على دفاتركم، وكمان مطلوب منكم حل التمارين الكتاب والاكتيفيتي بوك. نراكم في المرة القادمة، نراكم على خير ان شاء الله.